سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال نتوما كي تشاهدوا هذا الفيديو. المهم هانشوف خاصكم هريرك على باغا نوجد المحاشي ان شاء الله. هاد المحاشي غنوجدو نتا الليل، بغيت نديهم لي حدايا ونجلس حدا ذهب. مسكينه ذهب اليوم صباحها مريضه كترد، ما عرفتش مالها، واش شلات شي حاجه ولا بدلت ليها وخليتها ناعسه تما. غنجي حداها هنايا نحط هادشي نقي هادشي تا لي المحاشي المهندة دول، حيت شريت تقديت الخضرة وهاد الخضرة تبقى تخسر ليا، خاصني ضروري نطيبها. المهم نتوما كي دايرين لاباس عليكم. انا دايرة مع خواتاتي البارح، دايرة معاهم على اليوم، غندير قصري الكسكسو غيجيو يتغداو عندي. المهم اختي راه الصباح عيطت ليا قالت لي انا غنقضي واحد الغرض ومن تما غندوز عندك العجمان. المهم لقاو لي موعداهم انني ندير المكسو على اليوم، صافي غنوض دابا نزرب عليه القصريه، نحيد غير هادشي ديال الليل. هادشي تا الليل المهند ما يجي تا 11:30 ديال الليل. المهم قلت نحيد عليه الخدمه والشغل كلشي دابا. الدراري الصغار من الصبح ولاوين ليكم بحالكم، ملي فات نوض تلعب من الصبح ولاوين ليكم بحالكم كيدوخوكم. المهم ساليت انا كاع هادشي كلهم حفرتهم، بدا الجلالات وكلشي. انا غادي نهز هادشي، بنتي مسكينه نعسات، جبت ليها جوج بيضات حداها حطتهم ما كلاتهمش، نعسات بقات كتفرج شويه الرسوم ونعسات. انت ذهب نعسات مسكينه، من حد دابا نعسه ندخل نهز هادشي، ندخل الكوزينه نضرب لك السكس بالزربه. وهنا كما كتشوفوا غنزرب عليه الكسكسو، لحت شويه البصله شويه مطيشه، لحت الدجاج. الكسكسو ديال الدجاج بالزربه كيطيب. ايوا درت العطريه المعلومه، شويه سكينجبير، البزار، الخرقوم البلدي، الملحه. ايوا هنايا غندوز الخضره بالزربه غنقيها كما كتشوفوا. عرفتوا الخضره غادي اللوحه قد مع الدجاج، راه لحت كلشي دقه واحده، كلشي كيطيب دقه واحده. الخضره عندهم طيابه ما شاء الله. المهم خليت هذاك الشيء، دزت بالزربه كندير البلبوله، درت فيها شويه ديال الزيت والما فيه المليحه باش كتجي بنينه. درت المليحه في الديبار كتجي زوينه بنينه، كيشرب ديك الملحه. المهم هنايا انا شفت لي البلبوله بديت كنحط فيها، صافي حطيتها في الكسكاس. ها انت السكسو كيفاش دابا؟ راه صافي طفيت عليه. شوفوا 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 المريقه كي دايره. المهم كنتسنى خواتاتي يجيو يدخلوا، مازال ما دخلوش. المهم هنايا راه دخلت مريم، راه هي اختي مريم، اختي هي اللي كتسقي. قالت لي ريحتك السكسو طالعه ما شاء الله في العماره. هنايا حطينا القصيريه، حطينا اللبن. ايوا صافي دابا غنتغداو ان شاء الله الكسكسو. ها بغينا نجيب الخبز منين نجيبو؟ ايوا هنايا نعمر واحد البريره د اتاي، بغيت نعمر هذه ديال السنيده خوات. انا كنعمر اتاي غير بالسنيده، كيقول لك اتاي ديال السنيده كيجي باسل. انا مجربه ديال القالب، مجربه ديال السنيده. ديال السنيده انا كنديرو توات كيجي زوين، ديال القالب كيجي واعر، وديال السكر المقرط انا كيبان ليا بحال بحال ديال السنيده. اتاي ديما كنجيبو حبوب، كنت كنجيب عشارة، ولكن لقيت الحبوب اتاي الحبوب كيدي ليا اكثر من اتاي شعره. اتاي شعره كندير جوج معالقات في البراد، اتاي الحبوب كندير معلقه واحده حيت كيكون مجهد. هذاك الشيء اللي شاط من اتاي والسكر درته في هاد البلاستيكات، عندي واحد السليله كنجمع فيها هاد الشيء اللي كيشيط. عرفت ملي شفت هاد المنظر تفكرت الجيران ملي كنا كنمشيو عندهم، نقول لها قالت لك ماما عطي واحد شويه السكر واتاي، ولا كتعطيك شويه السكر واتاي في الميكا. والله الا تفكرت
وهنايا حطيت خبيزات سخان، هادو كان جابو مني المخبازة، حطيتها شوية المسمن وشوية تراك تعرفو يلا واكل الكسكسو واحد لا بغى ينقبو صافي. اما احنا لا ما قادنش، كنت بقى نحط شويه الكوفيتير والزيتون والفرماج وداكشي، قالت لي اختي بلا ما تحطي. مسكينه مريضه شوفي تعيط لي هنايا، ما زيدش كل مسبب نضح تجي بابا ويدي المستشفى. هنا دخلت الحوايج من المنشر اللي ناشفين ونشرت داكشي اللي كانت عمرته الذهب. المهم بقى من نستراح من نطوي على خاطري حتى شويه ونوض نطيب المهند المحاشي. المهم انا جبت واحد شويه ديال الروز صدره مغسولات فازك، واحد شويه ديال الروز قصير المصري هذا، العطريه راه ديالهم راه ساهله مهله، كنت شاركته معكم شحال مره يمكن. شويه ديال الكمون هاد معلقه، هما كيديروا معلقه كبيره، انا شفت حماتي اش كدير فيه، كتجي ريحه الكمون فيه. المهم معلقه ديال الكمون كبيره، واحد شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الخرقوم البلدي باش يعطي غير هذاك اللون الصفيفر. هاي واحد جهد رابعه ديال الكفته، هذه الكفته ما مدسماش بزاف، كتزيدي فيها واحد شويه ديال الزيت العاديه، واحد شويه. بسم الله نسيت، ويلي 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 مليحه ويلي ملحه هي كل شيء. شو ما قلتوش لي الملح، واش بغيت تطلعوا لي الاكله فالصه؟ ذكروني بالملح. هاي مليحه، احنا الملح عندنا ما مجهداش ماشي بحال ديالنا. هذه مبارك. المهم انا عمرت ومساليت كملت، شديت واحد الطنجره هاي عمرت بالماء، هنا فين غيتسلقوا ان شاء الله. كديروا فيها مطيشه الحك اللي راه كيسلقها بمطيشه الحك، انا جبت هذه في النص وهذه كامله، غنديرهم بجوج هادو كيسلقوها بالثومه، وغنزيد فيها واحد كنور ديال البقري، كنور ديال البقري، واحد شويه ديال الملح. صافي هادشي فاش كتسلق، حتى واحد كنور هذا يمكن دجاج، المهم ماشي مشكل دجاج ولا بقري هو كيبنن. ها انت هذا مطيشه الحك، هذه الثومه. المهم بدنا ننزل في المحاشي. المهم كما كتشوفوا راني بدلت الطنجره الكبيره حيدتها، قسمت المحاشي على جوج. هنايا خليت المهند الكميه اللي يقدر ياكلها، حيت يلاه هضرت معاه قال لك جابوا صحابو للخدمه شي ساندويشات، المهم عرفتو ما غاديش ياكل بزاف فيه، قلت نحيد القياس ونخلي لي القياس. خليت لي غير ربع الكورجيطات ودنجاله معمره. وهنايا كما كتشوفوا درت لي النايلون، هذا درت النايلون باش ندخلو ان شاء الله الثلاجه. انا كليت واحد جوج حبات منه. المهم كما كتشوفوا هاي الكورجيط، وتحت واحد ثلاثه الدنجالات عامرين جاو زوينين، كما كتشوفوا راه ما تفرقعوش ليا، كنا عمرتهم بزاف غيتفرقعوا ليا هادو، حيت انا راني حفرتهم مزيان من الداخل، انا عمرتهم حيت دهنا باش ما يتفرقعوش ليا في الطنجره، باش كيبقاو صاينين بحال هكا. حتى الدنجالات راه صاينين من الداخل، الدنجالات هما صاينين من الداخل. عرفتوا واحد حميمه فعلت هكا، وليت كنعوم بالماء سخون، ماشي ما سخون دافي، ما طيب. يا ربي السلامة، وليت كنعوم بالماء طيب. هذاك الشيء اللي ما كناش نديروه في الصغر ولينا نديروه في الكبر. مثلا ملي كنت كنمشي عاقل على راسي، ملي كنت صغيره كنمشي مع الوالده للحمام نبغي نعوم بالماء بارد، كتبقى تخبط فينا الوالده في الحمام مع داك الحمام كيرد الصوت كتسمعها الراقره. كنا كنبغيو نعوموا بالماء بارد، كنقولوا كيوقد داك الشيء كنبقاو نلعبوا بيه. دابا انا وليت كنعوم بالماء طيب، تخيلوا معايا. كيقول لي مهند علاش كتشعلي الحمام والماء سخون كيكون ديجا سخون حيت هنا الحراره؟ كنقول لي انا كنبغي يطيب، عرفتي كنحس بعظامي بحال كيكمد العظام، عرفتي بقيت كنبقى بعد مرات كنسالي العومان كنبقى طالق عليا الماء طيب. ملي كنجي نبغي نعس بالليل كتحسي بواحد الراحه في عظامك. والله الا الوالدين كيقول لنا عموا بالماء سخون كمدوا كمدوا عظامكم. المهم راني كملت عظامي اختي دابا الحمد لله. شوف الصديقه ديالي كما وريتكم داك الزيت الارغان اختي هو اللي غنولي ندهنو. اختي جربت انا يا الكريمات والبومادات الغاليين، وي الله تصغر زويتها بقاش انا غنشري دوك سولي انا، هو نفعني رطب لي وجهي ولا اني راه بوقلني بالحبوب.
اختي لما الزيت هذا ارغان خيار طبيعي غير وجهي انا باغا الترطيب. اما اصلا اللي يقول لك هذا الكريم غيبيضك ولا غيديرك ما كاينش اللي يبيض، المهم يرطب غير الوجه باش ما يبقاش داك الوجه ناشف، ومني ديري عليه شي كريم يبقى يبان داك الشيء مقشبر مقشبر هكاك. ذهب راه عطيتها قويلب مجدنا قويلبات، كان مهند باغي يجيب لها، مهند راه كيتفرج ليه اختي داخل وجاب لي الهديه بالبيت نوريكم جايب في ايدو. انت اختي بقى ما حليتهاش، قرعت الريح قرعت الزهر جاي ماده ليا بحال هكا. حداهم دابا هو المحل فين خدام، حداهم واحد البوتيكات كيبيعوا العطور، كيبيعوا داكشي ديال البيجامات، كيبيعوا كل مره ملي كيسالي الخدمه كيمشي يضرب دوره وقال لي كنتفكر كنجي لك حاجه. ايوا راه كيسمع دابا كيتفرج في الباب الحاره، هذاك الشيء اللي على بالي وبالكم وبالو راه باقي ما جابوش. المهم حبايب انا حطيت ليه العشاء كما قلت لكم، صافي انا دابا دهنت وجهي، هاد الشعر غنشفو دابا بالسيشوار حيت باش ما يمشيش ليا الكيراتين منه. قالت لي منين دوشي عاودي نشفيه، لما نشفتيه كيمشي هذاك البروتين كيطير. يا اختي تا هو واحد الشهرين وغيطير اصلا، كيبداو دوك الجذور كيطلعوا. المهم نشف شعري دابا، كلشي حدايا الا شوفوا انتوا حاطه هنايا المشاطي كلشي حاجه وحده فاش خايبه ما كاينش بريز. هذا كاين البريز لهي شحال زوينه. شوفوا ملي تبغيو تصلحوا غنقول لكم واحد الحاجه، ملي تبغيو تصلحوا تذكروا البريزات، كثروا في الكوزينه مثلا. في الكوزينه انا الدريات كيقولوا لي نواره شوفي داك الميكروويف اللي كتسخني فيه حيدي من حدا بلاصه ديال الغسيل، راه غيعمر لك بالمره ما خاصوش يكون تما، دولي دوري بلاصه اخرى. وما عندي فين ندور حيت ديك البلاصه هي اللي فيها البريز الوحيده. انا درت غير جوج بريزات ملي كنت كنصلح جوج بريزات، ندمت ما لصقت في واحد البلاصه على جنب تاهي بريز، لصقتي البريزات في البيت وداك الشيء باش اللي بغى شي حاجه يلقاها حداه. كثروا البريزات راه كينفعوا والله. دابا شوفوا انا غنمشي ندي لهي وغنتم جايه من الخيط لهي وجاره وحاتي، وانا كنبغي نصاوب شعري هنا حدا المرايه وما نصاوبوش التصاويب غير غير نشفو نضربو غير البرد. المهم الحبايب غنجي معكم من هذا الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وضرب على القلب كيف العاده، وتسنونا فيديو قادم باذن الله. ومع السلامه الحبايب، تصبحوا على خير، يلا حتى الفيديو الجاي.